السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. المحافظة الجنوبية تنظم المجلس الافتراضي لرصد ومتابعة احتياجات الأهالي. البدء في تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وجامعة البحرين تنظم يوما إرشاديا لخريجي الثانوية العامة عبر منصة مايكروسوفت تيمز. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. انطلاقا من حرص المحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل الدائم مع الأهالي والمواطنين عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، تقيم المحافظة الجنوبية المجلس الافتراضي وذلك كل يوم أربعاء لرصد ومتابعة احتياجات الأهالي والمواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم. وقد أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المجلس الافتراضي يعكس حرص المحافظة في الاستثمار التقني الرائد في تقنية الاتصال المرئي عن بعد للتواصل مع الأهالي والمواطنين، والذي يؤكد تنفيذ مبدأ الشراكة المجتمعية عبر القنوات الذكية للمحافظة كقنوات إلكترونية فاعلة. وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن استمرار اللقاءات الافتراضية بأهالي المحافظة عبر الاتصال المرئي المباشر يأتي ضمن نهج المحافظة الجنوبية للتواصل مع المواطنين لرصد احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم، الأمر الذي يسهم في بناء صورة شاملة لما يتطلع له أهالي مناطق المحافظة في تنفيذ المبادرات والبرامج المتعلقة بالجانب الأمني والتنموي. استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق قرار رقم 3 لعام 2013 المتعلق بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفي الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس. ويأتي هذا القرار الذي يستهدف التزام ما يفوق عن 30,000 منشأة وحماية أكثر من 150,000 عامل، يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية. هذا ومن المقرر أن تبدأ مجموعة من فرق التفتيش التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بعمل جولات رقابية ميدانية على المواقع المستهدفة طوال فترة تطبيق القرار لرصد وجود أي مخالفة يتم الإبلاغ عنها من قبل الجمهور واتخاذ ما يلزم بشأنها قانونياً. أعلنت جامعة البحرين عن تنظيم يوما إرشاديا لخريجي الثانوية العامة عبر منصات الواقع الافتراضي وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من شهر يوليو 2020 وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا. ويهدف اليوم الإرشادي إلى تعريف خريجي الثانوية العامة بالتخصصات والبرامج المتاحة في جامعة البحرين وكل ما يحتاج إليه الطالب في كل تخصص ليكونوا على بينة من التخصصات التي هم بصدد اختيارها لمرحلة الدراسة الجامعية. هذا وقد تم تخصيص اليوم الأول لعروض برامج الكليات ذات الطابع النظري بالإضافة إلى عرض مركز اللغة الإنجليزية، وسيبدأ العرض من الساعة 10 إلى 11:30 صباحا، في حين خصص اليوم الثاني لعروض الكليات ذات الطابع التطبيقي. تزامنا مع اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 من شهر يونيو، أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب بعنوان نقطة النظام البرلمانية في لوائح مجالس الشورى والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي من تأليف الباحث الدكتور زياد المفرجي، وذلك في إطار ما يقدمه المعهد من دعم للباحثين وللدراسات المتعلقة في المجال البرلماني. ويأتي الكتاب إيمانا من المعهد بأهمية العمل البرلماني باعتبار
باعتبارهم مرتكزا أساسيا في تعزيز المسيرة الديمقراطية ودعما من المعهد البحوث والدراسات العلمية التي تتناول جميع الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بعمل مجلسي الشورى والنواب وبما يدعم المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين. وبالتالي فإن هذه الدراسة تشكل إضافة مهمة للدراسات والبحوث العلمية. ويتكون الكتاب من 4 مباحث بالإضافة إلى قسم يتناول الخاتمة، حيث يأتي الكتاب للتركيز على نقطة النظام وهي حق برلماني لعضو مجلس الشورى والنواب يتم استخدامها وفقا لشروط وآليات محددة تنص عليها اللوائح الداخلية لعمل المجلسين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. الهلال الأحمر البحريني يعرف بإنجازات البحرين الإغاثية والإنسانية على مدى 50 عاما. صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه في إطار العمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة ضمن الجهود الوطنية ذي الحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة فيما يتعلق بعمليات التطهير، فإن الإدارة تعلن أن العمليات التطهيرية الاحترازية التي يقوم بها المتطوعون في مناطقهم لابد أن تتم بالتنسيق مع المحافظة المعنية التي يراد تطهير المناطق فيها. هذا وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني هي الجهة المسؤولة عن تدريب وتأهيل المتطوعين وإجراء عمليات التطهير الاحترازية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع محافظات المملكة والمديريات الأمنية، حيث يتم تحديد الأوقات والمناطق بشكل منظم وفق آلية زمنية محددة، وهو الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة المتطوعين والقاطنين في هذه المناطق، بالإضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك من خلال التأكد من المواد المستخدمة وسلامة العملية التي يتم القيام بها. قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستكمال المرحلة الثانية من حملة توزيع المعقمات الطبية على عدة جهات وفي مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن جهودها في نشر الوعي ودعم الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية. وباشرت إدارة التفتيش بالوزارة بهذه الحملة من خلال تدريب 4 دفعات من المتطوعين ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، والذي بلغ إجمالي عددهم 362 متطوعا، إذ قامت بإطلاعهم على الدور التوعوي لعملية التفتيش والرقابة، والذي من ضمنها توزيع المنشورات الإرشادية باللغات المختلفة والتي تعنى بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع انتشار الفيروس وبعدة لغات، والعمل على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بلبس الكمامات والمحافظة على تدابير التباعد الاجتماعي. معكم المتطوعة كوثر من فريق البحرين تحت وزارة التجارة والصناعة إدارة التفتيش. اليوم تواجدنا في ممشى في محافظة العاصمة، وزعنا المعقمات على المشاة وممارسين الرياضة. كانت ردة الفعل جدا مفرحة من قبل المشاة ومرتادين المكان. معكم المتطوعة أمل مفلح من وزارة الصناعة والتجارة من إدارة التفتيش. اليوم طلعنا في حملة توزيع معقمات في ممشى محافظة العاصمة، وطبعا احنا تطوعنا عشان خدمة الناس، وخدمة الناس هي هدفنا وغايتنا. أنا أمينة من فريق متطوعين البحرين. أنا فخورة كوني متطوعة لمساعدة المجتمع ومساعدة البحرين. كانت ردتهم إيجابية.
أطلقت جمعية البحرين العمل التطوعي وعن بعد عبر منصة برنامج ملتقى زوم متطوع المستقبل الدولي تحت شعار معا ننجز للفئة العمرية من 10 سنوات وحتى 17 سنة من مختلف دول العالم، حيث يعتبر الملتقى مبادرة لاحتضان الأطفال والناشئة الموهوبة في عدة مجالات للأخذ بأيديهم وتشجيعهم لمستقبل مشرق. هذا ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تطوير وتدريب الفئة الناشئة ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن الهدف العام للملتقى يكمن بالمحافظة على قيمة العمل الاجتماعي. وشارك في الملتقى أطفال من دول خليجية وعربية وعالمية. هذا وتناول الملتقى برامج أساسيات العمل التطوعي واستثمار القدرات والمهارات الذاتية في مجال العمل الاجتماعي بجانب ورش تدريبية متنوعة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني عزمها تنظيم حملة إعلامية للتعريف بإنجازات مملكة البحرين على صعيد العمل الإغاثي والإنساني الدولي على مدى 50 عاما الماضية، وذلك بمناسبة الذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية، إذ سيركز محتوى الحملة على مساهمة الجمعية كممثل عن البحرين في تقديم العون الإغاثي والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الدولية، حيث قدمت البحرين على مدى الأعوام الماضية مساعدات إغاثية لمناطق من كوبا في أكثر من 33 دولة من العالم أصابتها كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل أو الأوبئة أو حروب ونزاعات، إضافة إلى مساعدة البحرين للنازحين واللاجئين في المنطقة والعالم. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.